صباح الخير. بلا أحم ولا دستور، تربع الفراغ وله قدمت أوراق الاعتماد. فخامة الفراغ طويل القامة بهي الطلة، له صوت ملائكة، فهو كأحد أبطال أفلام والت ديزني. فخامة الفراغ خفيف الظل، تكاد لا تشعر بوجوده، والأهم يحكم ولا يحكم. فالجميع في حضرة الفراغ ما بيملكوا إلا الخضوع والخشوع، وأمرك سيدنا. فهو إن أمر بالفوضى حصلت، وإن طلب المراوحة والانتظار صمت الجميع أمام إرادة المقام الأول بالجمهورية المنسية. الفراغ ديكتاتور القصر بلا مستشارين ولا مقربين. أما أهل السياسة فواقفين على العتبة وناطرين بصمت بانتظار سقوط ديكتاتور من صنع إيديهم. من زرع الفراغ حصد الشلل، وبداية الغلة لا جلسات تشريعية ولا سلسلة ولا حقوق عميل، وانتظار السلسلة لأعوام ضاع مع سقوط الجمهورية، فالموظفين والأساتذة ضاعوا بدهاليز الانتخابات الرئاسية، فلا الزمن زمن إنجازات ولا تشريع ولا سلسلة رتب ورواتب، وما بقي أمام الطبقة الكادحة إلا الاعتصام من جديد. ولكن بالقصر أشباح، وتحت قبة البرلمان نواب ما بتسمع. تقرير لزميلنا خالد أبو شقرة، منتابعه سوا. السلسلة لم تقر، والسبب ليس الاختلاف على الأرقام خلال المناقشات، إنما عدم انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لإقرارها، بظاهرة بتأشر لانعطافة خطيرة بتتمثل بمقاطعة النواب لحقوق ومطالب الناس. ردود فعل المعتصمين رمزيا أمام وزارة التربية اختلط فيها اليأس مع الغضب مع الإصرار على المضي قدما حتى النهاية لإقرار السلسلة. يعني للأسف مرة جديدة هالطبقة السياسية بيبينوا على عن عدم حس بالمسؤولية تجاه المواطنين. نحن علينا انه نعبر بالنهاية، هن عم يتخلوا عن المسؤوليات اللي هن بيفكروا فيها تجاه العالم. يعني نحن قلنا سنتين وممكن ثلاث سنين وبعدنا ناطرين، وكل مرة بيوعدونا وما في شيء عم يتنفس، يعني قرفنا صراحة. شايفوا انه روح مكانك، بدها أكثر من هيك. يعني صارت عملية مأساة. أصلاً المواطن مبيني بعد ثلاث سنين عم يرجعوا بيرجعوا بيرجعونا للصفر يعني. أنا رئيس دائرة مثلاً. بالإدارة العامة راتبي بعد 15 سنة 1,300,000، أنا بدفع منهم 400,000 أقساط مدرسة و 400,000 أجرة طريق، فحدا يخبرنا أنه نحن كيف بنقدر نعيش ب 500,000. أكثر من حجة تقدم لعدم انعقاد الجلسة التشريعية، أولا عدم الاتفاق على أرقام السلسلة، وثانيا جدلية التشريع بظل فراغ سدة رئاسة الجمهورية، حجج ما بتقنع الأساتذة والموظفين وبيعتبروها شكل جديد من أشكال المماطلة لعدم إقرار الحقوق. بالأساس كان كله فراغ بفراغ البلد، لما كان في رئيس جمهورية ما كانش في شيء للمواطن، ولما كان في رئيس حكومة ما كانش في شيء للمواطن، ولما كان في نواب ما كانش في شيء للمواطن. كل شيء له بهم هون الا المواطن. هلا صار في فراغ، قبل صار ثلاث سنين كانوا قروها واخذوا مهل يدرسوها ويدرسوها يدرسوها وما بدهم يقروها، مش يبدو هيك. نحن سلسلتها من زمان عم نطالب فيها، قصة رئيس الجمهورية هن يهتموا، نحن ما دخلنا يعني. أكيد أكيد، نحن لأنه المجلس النواب فيه اجتماع والحكومة فيها تجتمع، كلهم فيهم يجتمعوا ويلاقوا الحل، وهن بيتحملوا كامل المسؤولية. مهلة جديدة بتنتهي ب7 حزيران، أعطتها الهيئة للنواب لإقرار السلسلة، وإلا فإنه الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. إن شاء الله ما نوصل لأضراب قاطع فيه امتحانات أولادنا وشهاداتهم يعني. نحن ماضيين بمطلبنا، ماضيين بمطلبنا للآخر، ومش رح نتراجع عن هذا المطلب، ويتحملوا هن تبعات مقاطعة الامتحانات وفي جاي الانتخابات. تصعيد إنه نوقف شغل بالإدارات العامة ونوقف التصحيح. نحن اليوم مشوار طويل، أم الموت نحن أم موت هني، أم موت السلسلة، أيوة، وديك العافية، أم موت السلسلة. الهدف
الهدف نشر الوعي عند اللبنانيين حول مرض التصلب اللويحي، والوسيلة مسيرة سلمية للمجتمع المدني إلى جانب المرضى، انطلقت من أسواق بيروت إلى زيتونة باي، معلنين عن هالمرض يلي مازال مجهول عند الكتار بالرغم من عدد الإصابات المرتفعة وما زالت إلى ارتفاع. تقرير عن هالمسيرة يلي نظمتها جمعية أليساب من تبع سوا. الرأس، الاحتفالات، الفرح والمسيرة السلمية. ارتأت الجمعية المدنية أليساب نشر الوعي عند المجتمع المدني حول مرض تصلب اللويحي أو المالتيبل سكليروزيس، لما زالوا لسوء الحظ مرض مجهول من فئة كبيرة من الناس، بالرغم من أنه هنالك 2000 إصابة سجلوا مؤخرا، كما أنه ما زال هنالك العديد من المصابين اللي بيخجلوا من التكلم عن الموضوع بالرغم من كونه مرض مثله ومثل غيره. أليساب تأسست بال 2012. نحن انطلقنا من جامعة القديس يوسف الـ USG. نحن أليساب هي الجمعية اللي بتتعاطى بالشأن الاجتماعي، وفي معنا فريق من الأطباء المتخصصين. مرض السكليروز أون بلاك هو نوع بيعطي ضعف بالجهاز العصبي، ما بعد فيهم يمشوا يتحركوا، الوظائف بتتأخر لبرا. جمعيتنا أليساب تعنى بالمرضى اللي هن ما قادرين يسددوا حق الدواء، والمرض عادة بيضرب أعمار من 20 سنة لحد عمر 30 سنة، يعني most probably more or less. في عندك سببين بدهم يجوا مع بعضهم كرمال يحصل المرض. أول سبب هو مشاكل جينية وراثية قليلة كتير، وفي مشاكل بيئية مثل النقص بالفيتامين دي، عشان هيك المرض بيبقى أكتر بالمناطق أو البلدان اللي ما فيها شمس كتير. سنتر موجود حد أوتيل ديو بناية جبارة طابق الرابع. نحن عم نقدم مساعدات، عم نقدم فرق ضمان للمريض لأنه العلاج كتير مكلف. الجمعية شغلتها انه قد ما فيها تحكي عن المرض وتخلي الناس اللي مرضى بالمالتيبل سكليروزيس يعرفوا انه هن منهم لحالهم، انه في مين عم بيساعدهم، وفي محل بيقدروا يجوا يحكوا وبيقدروا يتعرفوا على بعض. صار لي 21 سنة، بلش معي بعين الشمال، بعدين صار بإجري وإيدي، وهلا كمان عم بدي دواء، يعني باخذ دواء كونتينيوال، ما في شيء ستوب. منبسط انه بلش في حدا عم بفكر بهيدا المرض، لانه كان ما كتير الناس بتعرف فيه، حتى انا لما مرض ابني ما كنت اعرف عنه شيء ابدا. شوف الانسان عم يعرج، طب من شو عم يعرج هالانسان؟ انه ما حدا بيعرف، بيفتكر انه هو كاسر اجره يما شيء، بس احنا لا، مرضنا هو يعني معنا تقريبا من 9 سنين ونص انا عندي المرض، والحمد لله ماشي، بس اكيد يا دكتور معي كل الوقت. انا بستعمل الابر 3 مرات بالاسبوع. العالم بعد لهلا بعد ما بيعرفوا، يعني في ناس عم تموت بهيدا المرض وما عندهم علم بهيدا الشيء. بلشت احس بارتخاء باجري، وبعدين في من قبل ما ارتخاء باجري صار عندي شيء بعيني، يعني مثل ما تشقشعت بعيني. الساعة عم بعمل العلاجات اللي مطلوبة، ما بفتكرش انه هو بيصححوا يعني، بس بيخففوا من الألم شوي. مع نادي الهارلي ديفيدسون، نادي الهوك بلبنان اللي بيستغني كل فرصة لمساندة الجمعيات المدنية، طلق أفراد جمعية الأليساب من أسواق بيروت إلى الزيتونة باي ليعرفوا الناس عن مرض تصلب اللويحي،
يلي وبالرغم من أنه لا يشفى منه المريض، إنما إذا تم معالجته بالطريقة الصحيحة وعلى الوقت يمكن التبطيء من انتشاره والتخفيف من ألامه وعوارضه. اليوم الهوك مثل كل مرة عم يلبي نداء لهالمجتمع، طلبوا منا أنه نكون عم ندعم مرض المالتيبل سكليروسيس اللي هو مرض موجود بيناتنا مش معرف عنه ومش مسوق، فنحن اليوم قررنا أنه نجيب بايكاتنا نلبس ثيابنا وندعمهم بهالمسيرة لينعرف على هالمرض أكثر ويكون عنا وقاية زيادة عنه. في كثير ناس منا سامعة بهذا المرض، في كثير ناس عم بتعاني منه، هذا شيء بيصيب الجهاز العصبي بالجسم وبيعمل خلل وظيفي بأحد الوظائف أو النظر أو النطق أو المشي. جمعية الأليساب اللي عم تشير توعي العالم شوي عن هذا الديزيز طلبت منا نشارك ونحن وير براود إنه نكون بارت من هذا الإيفنت. نحن أكيد نكون داعمين وداعمين حي الله إيفنت من هذا النوع. الهوك دائما معودة تعمل هيدول الإيفنتس اللي هن تخبر المجتمع ان احنا واقفين معهم. بعرف ناس عندهم اياها وهيدي شغله منا هينه ابدا، يعني من اصعب الامراض المستعصيه الموجوده. ف this is what we're here for and we'll always here. انا زي جديد على لبنان ومبسوطه كثير لانه عم يعملوا هيك، يعني ما كنت بتنظر انه في جمعيات بتهتم وبعدها مبلش جديد. صراحة انا ما كنت اعرف فيها المرض الا من كم سنة، بس يعني واحد اذا ما بيشوف وبيعرف انه ما بيكون اذا اجى لا سمح الله هالمرض ما بيكون ما بيعرف شو هو. انه مهم ان وعي الناس هيدا المرض، لان هيدا المرض منه كتير معروف بس بيصيب كتير عالم وسخطوا لجان، لازم يتخطوا المرض ويكسروا المرض لانه هيدا اهم شيء. والله يعطيهم العافيه وان شاء الله بيضلوا قادرين يكفوا. هيدي هالكيس هاي منا هينه، جينا اليوم لنشارك معهم وندعمهم ونسندهم ونقول لهم شعب لبنان ما بيموت. باليوم العالمي لمرض تصلب اللويحي انكسر جدار الصمت عن هالمرض، وبفضل جمعية أليساب تمكن المجتمع المدني اليوم بالتعرف أكثر على هالمرض اللي ما زال مجهول من العديد من الناس. ومتابعين حلقتنا والى فقره السؤال اليومي، كاميرا اخبار الصباح نزلت على الشارع وتوجهت للناس بسؤال: هل بتستخدموا الواتساب؟ خلينا نشوف اجوبه الناس المتنوعه وتعليقاتهم بهالتقرير. بالواتساب، فيسبوك ممكن بس واتساب. معنا ما هو معاشه ما عم يكفي لاخر الشهر، كيف معاشه ما عم يكفي لخمس شهر، كيف بدنا نجيب واتساب؟ ما عندي انا ما عندي شيء، لا تليفون ولا شيء، ما عندي. انا شغلي بشتغل عليه، عندي زباين بحكي معهم على الواتساب. لا ما بفهم فيه، لانه صار عمري 75 سنه هلا بدي اتعلم. سكر رن رن يا جرس تا 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 يا رن رن. مع اهلي في مصر، مع اصحابي هون، مع مرتي، مع كله واتساب فايبر. ما حبيته، وجعت راس. ايه وجعت راس كثير. ايه قلق، بيعمل قلق. على القديم بعد كمبيوتر تليفونات، هذه بعدنا ما دخلنا فيها. ما تليفوني ارضي 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 01. ايه اوفر و... يعني قصدي انه هذا الواتساب والقصص والانترنت خربت الدنيا بالحال، صار البنات ما بقى ينتبهوا على الدروس، بتلاقي بتاخذوا بتروح بتقعد بقلب الصف بتقعد بتحكي بالهيدا شو اسمه على الواتساب. لا ما عندي انا. ما شفته غيري هلا، ماني تعبان عايف حالي بروح على بيت. 03/8/216. هذه لما المركب بتقول لي ايه حياتي الحمد لله بعدنا على القديم ولا شيء ولا شيء. يا عمي ليه ما طلع معي لفرجيكا ليلة تصدقه؟ بطلب وبسكر. يعني بتلاقي مثلا انا بنتي مره فاتت بشجره، يعني ما في تركيز، ما في، صار الواحد هو عم ياكل. عمي وينك انت؟ عليك الله الحمد لله تمام. جيت لعندك مرتين ثلاثه لتعطيني هذا الكاسات، ما بعرف فيه نهار.
لا لا ما في، انا على الكمبيوتر انا. لا ما عندي. عندي لا ما عندي، عند ولادي يعني. لا مرتي بيطلع الطرزانه. ما واحد عم يتفرج بالموضوع هذا ستنا كيف صار عم بيصير، على اي مؤسسه بتفوتي عليها بتقعدي بدك تطلبي غلط بتلاقي البنت قاعده ورا المكتبه وعم عم تحكي على التليفون، صرت بتحكيك هي شو عم تعمل؟ عم تحكي على الواتساب وما عم تطلع فيك. يوم من عمري هو اليوم اللي تنيت بيه، يوم كفايه نورك عليا. عبد العليم اعلام اليقظه، باي باي، الله معكم.